تمام. يعني السلام عليكم، هحاول بس اقرب الاتنين على بعض كده علشان انا ما اقعدش ايه مخيوله زي كل مره. حتى بس ياكد لي الصوت والصوره، انا يعني صوتي هيعلى دلوقتي ويعني ايه فاطمنه يعني، لكن حد ياكد لي الصوت والصوره. تمام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خليني معدول على اليوتيوب. تمام معدول. ما هو المره اللي فاتت كان معدول برضو، وبعدين ما اعرفش طلع. لا لا لا، هو خلاص تمام. مش عارفه بقى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جمعوني هنا النهارده بقى علشان هنتكلم. ايوه هنتكلم كلام صعب، وادعو الله سبحانه وتعالى ما زعقش ما زعقش عشان مش قادره ازعق. حبكم الله حبكم الله احبكم الله. يا اهلا وسهلا ناس هنا وهنا. طيب نبتدي. بسم الله بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هو بس انا خلي بس شفاء على الواتس شوف، علشان لو جه ان احنا نعدل ال تمام. شوف بس جروب الواتس لشفاء او ليومنا، ولا شوف عشان الصور. يلا بينا. يا اهلا. كله تمام ماشي هنا تمام يعني، لكن هنا انا ما اعرفش، طلعت مره هنا فانا الدنيا قدامي جميله ومعدوله، فوجئت لقيت الصوره معوجه. ما علينا، ما خلينا كده في السوشيال لحد ما ربنا يتولانا برحمته. طيب نبتدي. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقريبا ليه بس ليه ليه تمام مظبوط. طيب تمام توكل على الله. معرفش ليه هنا بيفصل، بس خليكم معايا. اللي على الفيس فصل رجعوا لي على اليوتيوب. طيب خليني بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. البث بتاع النهارده بس صعب شويه، وانا هتكلم فيه بكل جوانبه. فانا من فضلكم عايزه، انا خطابي للنساء، عايزه البنات المقبله على الزواج اللي بعتت واسئلتها اقولها لكم، وعايزه الشباب المقبل على الزواج وخايف يقدم على خطوه الزواج بسبب القصه اللي حصلت، وعايزه الناس اللي مش مصدقه يعني هيجوا برضو يحضروا. يبقى انا عايزه البنات والشباب وعايزه الزوجات، وتعالوا لي كده عشان احنا بقينا احنا في اشراط الساعه خلاص. احنا كده تقريبا في علامات الساعه الكبرى وكده يعني ايه، فلتت 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 من الكل يعني. إيه زمن الفتنه، زمن الفتنه وزمن رهيب، والزمن اللي احنا فيه ده محتاج ان احنا نعض كده على يعني اوامر النبي صلى الله عليه وسلم بالنواجذ، الكتاب والسنه كده نقفل عليهم ونتمسك بيهم. يا اما فعلا كده الدنيا بايظه ومعرفش راحه بينا فين، يعني هي الدنيا راحه بينا فين بعد كده انا معرفش. قصه المهندس، قبل ما احكي القصه ونشوف الناس المشككه في القصه. واحد مهندس بيكلم استاذ في الازهر، شيخ في الازهر، وبيكلمه وبعت له سكرينات، وكانت سكرينه من سكرينات مبينه الاسم في البدايه، وبعدين نبهه يا دكتور الاسم باين فشال البتاع، يعني ما فيش داعي للاسماء. وبيحكي قصه حصلت له، والناس بقى مستغربه يعني بعد القصه ما هديت ويا جماعه خلاص وناس وهيشتغل والكلام ده. انا هحكي القصه بس انا عايزه ارد في البدايه على الناس المستغربه او اللي مكذبه حاجه زي كده. تعالوا تعالوا اسالونا، تعالوا اسالوا الاستشاريين اللي بيتعرضوا لمشكلات ايه. انتوا مستغربين من قصه زي دي؟ طب انا بعد ما احكيها لكم القصه بتاعت المهندس، هحكي لكم قصه من يعني يمكن من 10 سنين فاتت، وقصه من سنتين، وتشوفوا مدى يعني مش بس الفجر والخصومه والشيطنه في احد طرفي العلاقه، لدرجه يعني 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 انا بقول الفكر ده فكر شيطاني جهنمي. مين يجيبه يعمل كده؟ مين يجيب فكره يعمل كده؟ وكل ده بسبب ان احنا بعيد عن كتاب ربنا، عن تعاليم النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا حاطط لنا قواعد في التعامل، قواعد في الاختلاط، قواعد للزوج والزوجه. لما قعدنا بقى ندور ملزمه ولا مش ملزمه، اصلحوها اسلم عليها، اصل ما تعمل اصل تسوي، من ساعه ما حطينا نفسنا وحطينا الاسره في الشكل ده، وكل يوم يطلع حاجه فنطلع نرد، يوم يطلع حاجه نطلع نرد. طب ما نرجع للاصل،
طب ما تيجي بقى نربي من اول وجديد على كتاب الله وسنه رسول الله، ما تيجي من البدايه بقى نقول الغلط والصح عشان البلاوي السوداء اللي احنا بنقع فيها ديت، وهتك الاعراض بالشكل دوت، وهضم الحقوق بالشكل ده. لو القصه دي والناس اللي مكذبه فيها ومش مصدقه، انا احكي لكم اسود منها، لولا بس الواحد مش عايز ينشر ويقول وافظع منها وافجر منها ويعدي علينا، ونرجع نقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني لا حول ولا قوة إلا بالله بجد. الناس بقت عاملة كده ليه؟ الناس بقت عاملة كده ليه؟ لما نيجي نتكلم، المهندس بيحكي وبيقول أنا راجل اتخرجت 2004، اشتغلت اتجوزت 2008، عندي ولد وبنت، وكنت شغال كويس ومودي في مدارس خاصة بسعر كويس والحالة ماشية تمام. فوجئت الشركة صفت، فأنا ما بشتغلش، قعدت فترة كذا شهر ما بشتغلش، لقيت زوجتي بتتطاول عليا في الكلام ومتضررة من العيشة، وطلعت عيالي من المدارس وديتهم حكومي، بقت زادت في الأزلية وهكذا لحد خلاص. يعني وصلنا لمرحلة خلاص هي عايزة بتطفش من البيت، نكد على طول، زعيق وشتايم فيه وتهزيق فيه قدام الأولاد. فجاب أهلها، الناس اللي دخلوا، ادي أبوها وأخواتها الاثنين، وهو جاب أخوه الكبير وعمه، وقعدوا القعدة. وبعد القعدة قال له اتكلم، قال له لا خليها تتكلم. فلما اتكلمت قالت لما قدام هو مش راجل ومش قادر يصرف على البيت، كان بيتجوز، ما كانش يتجوز. فاخوها زعلها، ازاي انت جايبه تصغري بينا وما ينفعش تقولي الكلام ده، والست المفروض الاصيله زوجها كان كرمها في امر وشغله ده، وبعدين ضاق الرزق، نرمي الراجل، نرمي الراجل خلاص، نبوظ الجوازه، ما تطلع تعمل حرام. يعني هو ده الصح؟ ايه ده؟ فين المسلمين؟ فين المسلمين وفين المؤمنين وفين الزوجه الاصيله اللي تشيل زوجها على راسها وتحط جوه عينيها الراجل اللي كان هو هي الرزق بتاعنا؟ بتاع ربنا، بتاع ربنا، ناخد برب الاسباب، احنا مالناش دعوه. ربنا عايز مننا رزق؟ ما أريد. لا عايز مننا رزق، ولكن ان يحصل ايه؟ يعبدون، يعبدوا ربنا فقط، انت عليك ده. فناخد بالاسباب ونعمل كذا وندعي ربنا ونستحمل، وبيبقى اختبارات. موضوع ضيق الرزق او ان انا اتشلت من الوظيفه او كذا، بيبقى اختبار من الله عز وجل، فينظر كيف تفعلون وهتعملوا ايه؟ صابرين، نقمين، ولنا في مثال زوجة سيدنا إبراهيم مثل وقدوة. الأولى لما جه زوجة سيدنا إسماعيل، لما جه سيدنا إبراهيم يزول ابن، قالت له ده احنا في فقر ورايح وبيشتغل والحيلة والحياة، قال له، قالت له، قال لها قولي له إن أبلغيه السلام وقولي له غير عتب الدرج. ليه؟ الست الشكاية، الست اللي مش أصيلة، الست اللي عماله تعمل راجل يجتهد على قد وسعه. هو بخيل؟ لو بخيل نتكلموه، نكلم بقى في النقطه دي ونقول اه لا ما خلي بالك في البدايه من اختيار البخيل ده ما يتعاشرش، لكن ده وسعه، ده جهده، واشتغل وعمل وكذا وده جهد، خلاص يبقى هذا رزق، ندعو ربنا بالبركه. اقسم يمين بالله العبره ما هي في الدخل ولا في الفلوس ولا في الليرات ولا في الدولارات ولا في المصيبه دي، العبرة في البركة داخل البيت. ولو في زوجة مباركة وامرأة أصيلة مباركة مؤمنة تخلي البركة في البيت كله. طب لو الطرف الثاني مش مبارك وابن لذينة وعاصي وكذا يحاسب، طب ربنا يؤاخذني بيه؟ أبدا. نبقى هو قال ولا تزر وازرة وزر أخرى كل نفس بما كسبت رهينة. فأنت عليكي فقط الصبر والاحتساب والالتجاء لرب الاسباب بس. طيب واخوها زعق لها وزعق، وازاي تقولي كده، مش ازاي تقولي كده، وكمل القصه. بيقول قام يضربها، فانا حشت عليه. فناس بتستنكر بتقول لا ده قصه مش حقيقيه، علشان هو في زوج هيقوم يدافع عن زوجته. لا اه لا اه اه انا حضرت جلسات صلح كتير جدا جدا، ولما يجي اهل الزوجه ويبقوا حقن ويجوا على الزوجه لو هي ظالمه زوجها ومضربوه، يقوم الزوج يعمل يحوش، لا ما يرضاش، لا ما هيسيبوها يضربوا، هو راجلها قاعد ما بقاش راجل. وكتير من جلسات الجلسات العرفيه ولا جلسات الصلح اللي احنا حضرناها بيحصل كده، ويقوم يجيبوا بنتهم والزوج هو اللي يحوش. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوه، النبي عليه السلام لما كان بينه وبين السيده عائشه لا تختاري مين اجيب عمر، قالت له لا، حتى ابو بكر، قالت له اه ماشي يا ابو بكر. جه سيدنا ابو بكر فقال لها تتكلمي ولا اتكلم، قالت له اتكلم ولا تقل الا صدق. قام عليها ابوها قال لها ولا تقل الا صدقا، ده النبي ده النبي عليه الصلاه والسلام جايه بقى في ابو بكر، يعني انت جايه في سيدنا ابو بكر.
وقام جاي ابوها قام جاي موقفها وكان يعمل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا، ما جئنا بك لهذا، احنا مش جايين بك عشان كده، لا. وقام جاي حايش ما بينهم. فليه؟ طيب. وبعد لما حاش والكلام ده، قعدت بعد ما كده، بيقول حسيت انها قاعده بعد اهلها ما مشوا كانها متضرره او غصب عنها. فابتدى يلاحظ عليها حاجات غريبه، بتتمكش جوه الاوضه، ولما تطلع تمسح المكياج على طول على موبايلها. فقرر ان هو يفتش في موبايلها. مفتش في موبايلها، عمل ان هو راح يصلي الجمعه ومصلاش الجمعه، او رجع بدري، او ايا كان اللي حصل. رجع لقاها عارية، النصف الأمامي الفوق يعني الفوق منها عاري، وتكلم شاب، وخد الموبايل وارتبكت وقع منها، وكان لقى بتكلم شاب كلام جنسي، ومسمياه بألفاظ لا تصح، كأنه راجل مش راجل، وبتكلم، وانا تاني بيقول لها كلام إباحي، وراجل بيقول انا صدم. جري على اخوها، جري عليها الاول، قفلت عليها في الأوضة، جاب سكينة، وبعدين ما عرفش يفتح، راح لاخوه. كانت هي كلمت الولد اللي كانت بتكلمه، او الراجل اللي كانت بتكلمه، وادته الباسورد امسح المحادثات. وجابت اخوها، ده بيفتري عليا، ادي اول حاجه، ده بيفتري عليا وكذا، وانا ما حصلش مني الكلام ده، وهو بتاع وتهجم، كان عايز يقتل. عملوا محضر واخوها عوره. بيحصل كتير، انا شفت الحالات دي كتير، الناس اللي مكذبه حاجه زي كده. احنا شفنا بلاوي كتيره قوي يا جماعه، احنا شفنا مصايب، وعمل لها بتاع وبيتعمل. انا شفت ام من الامهات وحما الاثنين عشان يجيبوا لبعض قضايا، والله انا شفت هذا، مش عايزه احكيه على البتاع، لكن حصل قدامي. جابت موس وقعدت تشرح في نفسها كده، وراحت عملت محضر علاج اكتر من 21 يوم علشان تسجن التاني. قامت جايه التانيه عامله زيها، والناس سويت في الشارع وهيصه. شفنا الكلام ده واكتر من كده، واكتر من كده. وبعد لما حصل من منها كده، رفعوا عليه قضيه قتل، شروع في قتله، وقضيه عفش، راحوا كسروا العفش وعملوا قضيه تبديد عفش، وبعدين تمكين من المسكن. كل دي قوانين، تمكين من المسكن، وتهم في شرفها، وحاجات كتيره، واتطلقت واتعملت وخدت حقوقها والنفقه والكلام ده، وسجنته ما اعرفش 6 شهور. طلع بقى رد سجون، لا معاه فلوس يصرف، والفلوس اللي معاه بتدفع للعيال، وحرمت العيال. كل دي بقى محاكم بقى ما بينهم سنه واتنين، لحد لما ورته العيال، العيال قالوا احنا بنكرهوك لانك كنت عايز تموت ماما. فبقول انا عرفت انها عايزه تكسر، لحد راضي يشغلني وانا منبوز من الناس. وهي دلوقتي خدت كل حاجه، وثابته ان انا اللي غلطان وانا اللي كذا، ورب السماوات والارض يعرف انها كذابه وانها خاينه. الصدمه في الخيانه، والصدمه في كذا. واحد تاني شك في زوجته، ركب لها كاميرات وشاف، بيقول شفت كل حاجه، ومسجل كل حاجه، اللي داخل واللي عامل واللي قاعد، وعياله جوه مقفول عليهم. ليه؟ عشان ما فيش ربنا في الموضوع. هو لما تيجي، خلوني اكمل معاكم، هو لما يجي الزوج يتزنق ويجي الراجل يتزنق، ترميه الست؟ لما يجي الراجل ظروفه عملت، او مش مخلي بال، يا ستي لا اكتفاء مالي ولا اكتفاء جسدي، طب ما تكلميه، ما ده الحلال اللي ربنا، انت ماضيه على حق الاستمتاع ليكي وله، الامر مشترك بينك وما بينه، مفيش. تعملي في الحرام؟ في الحرام بيقول انا لما دخلت على موبايلها فاول مره كنت شفت الجروبات، اسالوني انا على الجروبات دي، وانا عامله البث ده مخصوص لبصهم للشياطين الانس والجن، شياطين الانس اللي بتقوم للست اتطلقي واعملي. انا كنت على جروبات، طب انت بعت مشكلتك، سواء مشكله فراش مع زوجك او مشكله تانية، اللي ما قولوا لي وشورى علي. الناس اللي في الجروب دولت اهل مشوره يا بنتي، دول اهل مشوره تشيريهم، دولت ناس تخدم. طب اعمل ايه؟ طب اتطلق؟ طب اسوي؟ طب اعمل؟ طب ويشيخ ولا ولا، والدنيا تهيج عليها في الكومنتس، وينصحوها بخراب البيت وبكذا وبكذا وبكذا. دول مش اهل مشهور. هي واحده ست زيها زيك، اندارت زيك، حزينه ومحصوره عليكي، فبتتكلم بمشاعر، ولكن مش بالحكم السوي المتزن العاقل الرشيد من ذوي الخبره الثقه المؤتمن. لا، انا دخلت على جروب رجاله بتاع اللي بتاع، مش انا اللي دخلت، هما اللي بيدخلوني جروب ازواج، والراجل اللي كان صاحب المشكلة كاتب، ولا الدكتورة خش رد عليهم، دخلتك عشان تخش ترد عليهم.
راجل بس بيقول عايز يجيب لزوجته هديه يا جماعه كذا وكتر خيرها وكذا. يا اختي مش عايزه اقول لكم على ما لاقاه كومنتات 3000 كومنت ليه وجيب لها هديه ليه واتمرح عليك ليه ومش عارفه ايه وارجع وانشف واديها عشان ما تعودش واعمل. طب الراجل ربنا هديه ودخلات بقى التاني. الحمد لله ما شفتش ثلاثه من غير ما رضيتش اشوف اي حاجه تاني، لان انتوا عارفين النصايح اللي على جروبات الرجاله عامله ازاي، ومعظم الكلام خايط في سكه. جروبات النساء المحترمين ده هم معروفين، مش عايزين نقول اساميهم ولا الكلام ده، خليهم على نفسهم محترمين. وفي الجروبات التانيه وموجودين، انا بقول لكم اهو موجودين، وانا مسؤوله على الكلام ده قدام ربنا، وانا حججتهم امام ربنا يوم القيامه. اللي تفسد امراه على زوجها، اللي تفسد امراه على بيتها، اللي تفسد وهي في بيتها ما بتعملش كده وتنصحك بالغلط، هي في بيتها بنتي ما بتعملش كده صدقيني، وتنصحك بالغلط وتبقى هي قاعده في بيتها مرتاحه وانت اللي خربتي على نفسك عشان سمعتي من واحده غير مؤتمنه. دي غير مؤتمنه اللي بتنصحك دي، وتقول لك اعملي، واحده تقول لك تاني انا انتقمت منه في شرفه، انتقمت منه في شرفه، ده انت اللي هتتجابي كده اهو متجرجره يوم القيامه لو ما تبتيش. وازاي ازاي ازاي تنتكس الفطره لدرجه ان الواحده تبقى متزوجه وتسمح لنفسها ولا لعرضها ولا لشرفها ولا لكرامتها يبقى تبقى مع واحد تاني؟ ده علامات الساعه يا بشر. يعني احنا كنا بنقول للراجل اللي بيشيت والراجل اللي بيخون والراجل او راجل ومحتاج يقف مع نفسه ومبهدل، مش عشان هو حلال له وحش، لا الاثنين سيال الاثنين حرام. ولا تقربوا، قال كده ولا تقربوا، ما قالش ولا تزنوا، قال ولا تقربوا الزنا. لما واحده تبقى في مجتمع، وده اسمه الايه، اسمه ايه، الوعي المجتمعي، ان انا بعمل حاجه هي في قلب جروب كله كده، كله خونه، كله نساء بتخون، كله كذا كله كذا، الا ما رحم ربي هي فبقى عادي عادي بالنسبه لها انها تعمل حاجه زي كده، وبينصحوها بحاجه زي كده. اتقوا الله، محدش يقول كلمه يخبب بيها امراه على زوجها ولا يخرب بيها عليها بيتها. اتقوا الله يا نساء في النصايح وفي الكلام. الناس اللي بتقول لا ده مش حقيقي وفي كذا وفي، طبعا في قفيل قصير في مش حقيقي، ده نقطة. يعني أنا واحدة من الناس بيعرض عليا أسود من كده، يعني هي كانت بعتة تستفتيني في أمر إن هي حامل من سفاح من واحد وحملت وزوجها أما نسبت الولد الحمل لزوجها، فبتقول يعني هو حرام إن أنا بأكله من فلوس زوجي بصرف عليه من زوجي؟ قلت لها تعالى حركتي، حرام إيه، تعالي هنا. هو انت بتسالي على ده ومش سائله ان ده اصلا حمل من سفاح؟ يعني هي دي النقطه اللي مضايقاكي؟ ده كلام. والتانيه اللي خلاص وسط وقتلت نفس علشان ما عرفتش تداري والدنيا وحصل حمل وهكذا. فيا بنت يا جماعه الله يصلح حالكم، يا جماعه من فضلكم الامر ده محتاج انتباه ومحتاج حزم ومحتاج الرجاله خايفه. ده كان الاول النساء خايفين والبنات خايفه من الجواز ويطلع ومش عارفه يحصل ويبقى مش كويس ويبقى ويحصل، ودلوقتي بقى الاصل ايه؟ ان البنات هم اللي ان الرجاله هي اللي خايفه من الجواز. تقول لك لا، يقول لك لا انا ما... انا عايز واحده بتخاف ربنا. ايوه خدها تخاف ربنا، مش تاخدها وعايز شكل ومنظر واعملي وطلعي القصه ومش عارفه اسوي ايه وامشي ايه وتقصعي وقعدي عادي في وسط وكلمي المدير بتاعي واعملي وسهلي لي وتسمح لها باختلاط وتسمح لها بتاع وانت عارف واخي، وتقول لا انا عايز حد مختلف. ازاي يعني؟ خدها صاحبه خلق ودين، خدها اسال عليها، اسال عليها مره واثنين وثلاثه واستخير ربنا بقى، لانها خلاص بقت مش بطيخه، ده بقت حديده والله اعلم باللي جواها. إلا من يعلم علام الغيوب، الله عز وجل، فأنت تعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، هي الاستخارة كده، وكله بقى ونصيبه. يعني الأمر ده محتاج فعلا دعاء من ربنا سبحانه وتعالى، ومحتاج فعلا إن احنا نبقى حاطين نصب عيننا كده إن ملناش خلاص في الدنيا في الوقت اللي احنا فيه في زمن الفتن ده إلا ربنا سبحانه وتعالى.
النقطة اللي ان ربنا كرم بقى المهندس وحد كلمه ومش عارفة ايه، وناس جابوا له شغل وناس محامين يتبرعوا يدافعوا عن كل الكلام ده، يعني انا ماليش في نهاية القصة. انا ليا بالعبرة، العبرة لما تنتشر حاجة زي كده، البداية انك تحسن الاختيار، رقم اتنين تستخير، تستشير وتشوفها في مكانها. واعرف يعني انا اعرف حد لينا قرابة من الدرجة التانية، الكلام ده مثلا من 30 سنة فاتوا، كنت احنا لسه في اعدادي مثلا، راح علشان قريب قرابة من الدرجة التانية، وراح عشان ياخد يخطب واحدة وهو عنده وسواس، الوسوسة من الحريم كلهم، راح عمل ايه؟ خلى صاحبه يتابعها، وخلى صاحبه مش عارفة يحاول يكلمها، وقعد يتابعها اكتر من شهرين، راح جاية من شغلها ولا من دراستها، لحد لما استقر خلاص. افضل حاجة تحزها في الدنيا زوجة صالحة تعينك على امر الاخرة. يا رسول الله اي المال خير؟ لما نزلت اية الذين يكنزون الذهب والفضة، اي المال خير؟ فنتخذه، النبي عليه السلام قال لسانا ذاكرة وقلبا خاشعة وزوجة صالحة تقية مؤمنة تعينه على امر الاخرة. هو ده تعينك يا ابني على امر الاخرة. خد بالاسباب، واستخير واستشير، ومره واتنين وتلاته تاخدها صالحه، لكن تاخدها نص كم بقى ونص لبه والكلام ده، ما هو ده ما يبقى انت اللي اخترت. لايم نفسك لواحده بتقول لي ده عايز ويعملني ويقول لي البسي كذا وسوي كذا وهو واخدني كده. طب ما هو انت من البدايه اختيارك كان غلط، وانت دورت على المظهر دون المط. فاصفر بذات الدين تربت يداك، اصفر بذات الدين. لكن نيجي في السواد اللي احنا شايفينه ده، غلط يا جماعه، غلط. حاجه توجع القلب اكتر ما يقسم ويوجع القلب انك تلاقي زوجه خاينه تخون وهي على ذمه راجل، وتشتم زوجها، يجيلك قلب تشتمي ابو عيالك مهما شيخها كان عامل فيك، تشتمي مع راجل غريب وتمارس انو اللي هي ممارسه النت دي ايه؟ ايه ده الكلام اللي هو ده؟ ودي علاقه؟ يعني ممارسه النت دي ايه؟ علاقه يعني؟ ولا علاقه ولا نيله؟ ولا مبهدلين نفسهم ومعليين الهرمونات والاستثاره شغاله والشهوه، ولا اي نيل، ولا بيجي منها اي مردود. فدي حاجه والله انا زيك، والله دماغي وجعني، انا برضو دماغي وجعني والله. احنا نخلي بالنا يا جماعه. الحل حسن الاختيار، استشر الناس، استخارة لله عز وجل، دعاء مستمر، يا رب التقية الصالحة اللي تعني على أمر ديني ودنياي، الأصيلة اللي لما زوجها يحصل حاجة ولا لما كذا ولا بتاع، الأصيلة اللي تستحمل معاك وتقول أبدا. وأعرف والله هنا في الغربة كثير من الزوجات تقول لك والله قبل ما نتبهدل ولا نهاجر ولا كذا ولا نهاجر ولا نتغرب، الراجل كان كريمنا على قدر وسعه، انا جسيبه في الفتره دي، انت مش اصيله، انا جسيبه في الفتره دي، لا. يبقى الاصيله يا ابني. سادس حاجه، اوعوا تسمعوا لجروبات الخراب، اوعوا تسمعوا الوسواس. مين اللي تاخديه صاحب ليكي ولا صاحبه وتنصحيها والكلام ده، وتاخدي منها النصيحة اللي تعينك على أمر الآخرة، اللي تقربك من ربنا سبحانه وتعالى، لكن اللي تخرب عليك. بصوا كتير جدا جدا بلاقي من مشاكل الزوجات فعلا الزوجة بتبقى مصدومة ومقهورة ومحتاجة حد يتكلمها ومحتاجة حد يسمع بيه، وده يجي لنا للعلاج رقم نقطة رقم سبعة مهمة. المهم النقطة رقم سبعة، يبقى أول حاجة بدعي ربنا سبحانه وتعالى، أستخير وأستشير وأشوف الثقة المؤتمن وأتابع وأعمل وأخذ بكل الأسباب، وقول له يا رب انت علام الغيوب سبحانك. وبعدين نبعت على عن 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 حته بقى ايه، ان فلان اصل جه وانا لا، شوف بعينك واسال، واسال ربنا سبحانه وتعالى، وخد الاصيله تبقى من صفاتها كده الاصيله، شوف تبان في اهلها، تبان فيها، تبان في سلوكياتها، في تعاملها، اللي يوم ما تقع تشيلك يا ابني وتستحمل، طول انا معاك. سادس علاج للموضوع دوت، نبعد عن الجروبات اللي بتخرب البيوت، نبعد عنها تماما، ملناش دعوة بيها. الجروبات اللي بتخرب البيوت واللي بتخبب المرأة على زوجها، واللي يخبب الزوج على أهل بيته، ليه كده؟
الناس لما بتيجي علشان حتى في موضوع الزواج ده، يبقى لا ده عمر، ده انت مش قاعد 20 سنة، ده انت قاعد اكتر من 50 60 سنة مع نفس الشخص. فلازم نختار صح، لازم نختار صح، نبعد عن جروبات الخراب دي ونتقي الله. تاخد تسأل مين الثقة المؤتمن، المستشار الثقة المؤتمن اللي يعينك واللي يعينك. مين اللي صاحبه من الناس؟ ودي النقطة رقم 8، مين اللي صاحبه؟ تصاحبي مين من الناس اللي يعينك على أمر الآخرة؟ في بقى جزئية برضو من ضمن الحاجات اللي انتشرت برضو، فيديو كده معمول لواحد وواحدة بيسألوا انت لو انا انت مش موجود وانا صاحبي وصديق، قال لها انت حر. يعني هو لو اتجوزها وبقى خطيبها واتجوزها، هي جايبة واحد صاحب تقول ده اخويا، ده اكتر من اخويا، ده روحي، ده انا كده. بس انت مثلا ما بتحبوش هتعترض؟ قال لها ما انا لو اعترضت هخسرك. ما تخسرها. ما تخسرها. اللي بتتاخد دي صاحب ولا خدن ولا الكلام ده، ده شرع. لا متخذات اغدان، ولا ينفع يبقى لي صاحب محرم عليا شرع. المحارم معروف وما غير ذلك فهو حرام عليك شرع. ده دين، وده اللي الاسلام امرنا بيه. والله لو لفيتوا الدنيا مشرقها ومغربها ما هتلاقوا الحل الا في الدين والاسلام. لو لفينا الدنيا شرقا وغربا ما هنلاقي الحل الا الدين والاسلام. الناس بره ايه بيقول لك؟ كل شهر ما لا يقل عن 1000 واحد بيسلم. يقول لك تعاليم وضوابط، يكفي المراه المسلمه المتقيه يبقى زوجها ماشي وعارف هي فين وعامل ايه ومطمن على بيته. لكن بالسواد اللي احنا فيه ده، تصاحب مين التقية الصالحة اللي تعينك على أمر الآخر، اللي ما تخربش عليك، اللي عينها مش واحزة، ما في النقاقة، ما في النقاقة المنانة اللي ما تتمنلكش الخير. ده جايب لها وعمالة تهرف نفسها، وشفت وعمل لها وشفتي وكذا، ولا الجارة اللي عمالة تعد عليكي غسيلك، ولا تعد عليكي لبس عيالك، ولا تعد عليكي انت داخلة بكام شنطة. اختاري صح. تقولي ان دي تبقى صاحبتي، لكن جروبات تخبب على النساء. وانا كنت نبهت قبل كده ان كان في جروبات وكان يحط المشكله الزوجه ولا البنت حديثه الزواج وتاخد ويقوموا. يا بنت الموضوع ما يستاهلش كل الكلام ده، ويخشوا يقوموها على بيتها وعلى زوجها ويبقى الخراب مستعجل. الدنيا بالراحه ما بتتاخدش كده، ما هيش حرب، هي بالراحه ليك امور ومعاكي وما نظلمكيش، وتاخدي حقك تالت ومتلت، بس بالشرع وبرضا ربنا، لان عمر ما تيجي بركه بره برضا ربنا. فيجي فيديو تقول لك ايه اصل انا دبدسه، افرض بقى انا صاحبي ده انت ما حبيتوش، صاحب ايه يا بنت انت؟ يقول لا اصل انا هخسرك. ما تخسرها ان شاء الله، تخسروا بعض انتوا الاثنين. ولا الثانيه اللي بتتصور وتيجي وهي لسه لا والله، حتى لو عاقد، حتى لو بنايه اخي ودخله، ايه اللي مسك زوجته يلف بيها ويحضنها في وسط الناس دي؟ ايه ده؟ في وسط الناس عمال تحضنها وتلف بيها، وده يتخيل وده يبص على وسطها وده يبص على ايدها، على ايدها كنت حاضنها، وده يبص على ليه كده يا ابني؟ فين الرجوله يا جماعه؟ ما بالك بقى خطيبها لسه مخطوبين ويجي يشيلها ويعملها وايه ده؟ ايه التقاليع الفاضيه دي؟ ونقول اصل احنا عندنا عقده الغرب، احنا عندنا عودة الخواجة زي ما بيعملوا، نحن على آثارهم مقتدون. ماشي معاهم زي ما ييجوا بقى وزي ما يحصل. ده كلام، الموضوع ده محتاج وقفة يا أمهات ويا أبهات ويا أهالي، اسمعوني من فضلكم. على الأقل على الأقل يسروا الزواج من التقي. جالك التقي الصالح وافقي بيه، لقيت يا ابني الصالحة التقية أدعو الله سبحانه وتعالى. دلوقتي الشباب في حالة هسس وفي حالة من يعني يقول لك خلاص أنا بقيت شاكك في كل حاجة، أنا بقيت شاكي دلوقتي. أنا عايزة أقول لكم إن في شباب يقول عارفين نفسهم والله، يقولوا لي لا إحنا مش عايزين عروسة من المنطقة الفلانية. انسي المنطقة دي، جمهورية دي، لا مش عايزين المنطقة دي، احنا عايزين حاجة. لا 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 لا، ليه؟ من اللي شايفينه، من اللي شايفينه. يقولي طب بس عايزين، ما فيش حاجة كده من اللي بيحفظوا معاكي الناس؟
الله عز وجل يا ابن رب الأسباب يرزق، اللهم أمين اللهم أمين. لكن نيجي بالسواد اللي احنا فيه بالشكل ده كده خيانات، يعني انهي عمل هو ربك بيستر يستر يستر يستر، وبعدين ايه اللي يحصل؟ وبعدين ايه اللي يحصل؟ تبقى فضيحة، تبقى فضيحة. كم مرة تنبهتي ان حصل كده وربنا سترك وانت ما عملتيش؟ كم مرة علشان يحصل الامر بالشكل ده؟ كارثة كارثة، انا بقول لكم كارثة كارثة. فيفضح ستر مرة واتنين وتقول لما يتهتك الستر يعرفوا انها مش من اول مرة. ربك بيستر كتير، ربك بيستر كتير. انها شوفوا شوف البوست ده اتنشر على كم صفحة، وشوفوا كم شير له وكم من الدعوات. ربنا ينتقم منك يا ظلم. يا ايه يا شيخة اللي كان بينك وبره، ولا عملت ايه عشان تستحق دعوات الناس دي كلها عليك؟ وعصت. طب ليه ما بلعب بيتكسب بقى عصت الداري بقى؟ لا، تفتري على الراجل وتسجنه وتعمله كذا وكذا. انا البريئه عشان عند الله تجتمع الخصوم. اوع اوعوا الحدود يا بنات. ما انتش مرتاحه مع زوجك، قولي له انا مش مرتاحه. وده يجيبنا للحل رقم 8. ايه اللي يخلي العلاقه بينه وبينها توصل لكده والفجوه توسع؟ عشان ضيق ذات اليد، ولا عشان زي الجروبات ما نصحها ما انتش راجل معاها وسايبها في الفراش مثلا فبتدور على راجل تاني؟ استغفر الله. ها، يبقى الحل رقم 8 يا كل راجل وكل زوج وكل شاب، اسمعوا اللي انا بقول لكم عليه، ويا كل بنت مقبله او متجوزه اسمع اللي بقول لك عليه، لان ده اهم حاجه. الخطوه رقم 8 دي اهم حاجه. ايه؟ لازم نص ساعه يوميا المعايشه، اسمع منها يوميا. مالك؟ في ايه؟ طب الاولاد؟ ما انا جاي مش قادر. معلش عشان خاطر يا ابني، انت دلوقتي بتصارع مش جوه بيتك بس، انت بتصارع جوه البيت وبره البيت والمجتمع والعالم كله. اللي ما سمعتش فيديو منها تسمع فيديو تحرر منين. بقول لكم واحده قاعده مع خطيبها بتقول له افرض انا صاحبي ده انا بحبه وانت ما بتحبوش، حبك بورس حبك بورس يا شيخه انت وهو. ايه ده؟ تسمح النص ساعة يومية؟ مش طالبة منك إلا نص ساعة. اسمعها، شوف يومها، تفقدها. وانت يا بنتي الأصل في موضوع العلاقة مع زوجك إن الصحابية كانت تروح لزوجها، ده والله لها قلة كرامة ولا حاجة. ألك في حاجة؟ بعد صلاة العشاء يصلي العشاء وتيجي، ألك في حاجة؟ ها عايزني ولا سلام؟ يلا مع السلامة. عايزها خلاص. طب لا ما أنا هتكسف. خلاص ما تتكسفيش، اعملي حاجات. انتوا كل واحد أضرب بأموره إيه، بس الشرط الاولاني يسمع، اسمع منها مالها شكوتها ايه. والله الامر انتهى بصلح وخير وحاجات جميله بينكم، تمام. ما انتهاش خير وبركه. المهم اول باول انت على درايه تامه مع زوجتك الوضع ايه، انت على درايه يوم بيوم واضح، مش بتراكم تراكم 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 وتلاقيها في الاخر على حاجه قد كده انفجرت. لا، المعايشة اليومية من ضمن الحاجات الأربعة، ارجعوا للحلقة ديت موجودة على اليوتيوب، من ضمن الأربع ثوابت والأربع لوازم في قلب الزواج. المعايشة اليومية لك، مالك فيك ايه اللي حصل، واسمع منها ايه. ما بيبقوش والله العظيم الحريم ما بيبقى محتاج حلول، هي محتاجة تسمع، خليها تسمع وتحس انك معاها وسامعها ومستوعبها. وفي الامر الثاني لا، ما يعني ما تتسابش المراه باحتياج جسدي، غلط. ما تتسابش المراه باحتياج جسدي، انا بقول لكم اهو. المراه احتياجها الجسدي الاول المشاعري الامان. الامان، انا حاسه في امان مع الراجل ده، انا حاسه ان انا في امان مع الراجل ده. والاحتواء، ان انا اسمعها. والاحتياج، التلاته دول مثلث كده المراه جواه، امان احتواء اشباع الاحتياج الجسدي. طبعا قلنا العاطفي دي الاحتواء ودي الامان، الجسدي مهم مهم.
دي القاعدة بتاعت المثلث. التلات تضلع دول لا غنى عنها، هي جواها. واحد اتشال طلعت. إلا الأصيلة بقى. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. أرجوكم أرجوكم، التمن حلول اللي احنا قلنا عليها، والتمن خطوات لعلاج حاجة زي كده، وأسود من كده أنا مش عايز أحكي عشان ما أكونش بنشر. في أسود من كده وممكن أحكي. والله أنا بقرأ قرأت بوستات ناس محترمة، نحسبهم على خير والله محترمين وأهل قرآن وأهل خير وبركة ومحترمين صراحة. وبعدين لقيتها بتقول لا أنا عمري ما صدق، ويعني أم حاش عنا ولا وحصل كذا وأخوها مش عارفة إيه وعورت نفسها. كل ده بسم بالله شايفينه، شايفينه بأم أعيننا واكتر من كده عاشر. بس انا حابه الناس دي، عارفين ليه؟ الناس دي يا جماعه لسه على الفطره، الناس دي لسه في مجتمع نظيف. خليكم جميلين عزاسيل بفطرتكم، الله يحفظكم ويستركم ويستر نساء الامه كلها. لكن بالوضع اللي احنا فيه ده صعب. قصه حقيقيه مش حقيقيه، ده احنا قلنا 8 خطوات من فضلكم نلتزم بيه. اخر حاجه اوصيكم بيها ودوت اللي دايما بنختم بيه، والله صدعت وجالس ضعف مش قادر. اخر حاجه الدعاء عشان نغلف الثمان خطوات كده بدعاء ربنا. الدعاء يا رب يا رب اصلح لي حال زوجي، يا رب يا رب اجعلني افضل امراه في زوجي، يا رب ارزقه، يا رب يا رب سد عنه دينه، يا رب دي الصالحه دي التقيه، يا رب ابعد عنا شياطين الانس والجن، يا رب انا ماليش حد غيرك ولا حد ينصحني ولا حد يقول لي، يا رب ايه خليك معاي كده، قولي باللي في قلبك، هي دي الصالحه وانت يا ابن الحلال. ايه ده؟ اللهم ارزقني الزوجه التقيه الصالحه النقيه اللي تعيني على امر ديني ودنياي، يا رب احفظ زوجتي واحفظ بيتي واحفظ اولادي عن يمينهم ومن شمالهم ومن امامهم ومن خلفهم ومن فوقهم، والعوذ بعظمتك ان يختلوا من تحتهم. دعاء الدعاء، لا احنا في زمن صعب، زمن كل اللي عمالين يحلوا في واحد لا تعرف لا ده ست ولا راجل، دي راجل عاملين لاعبين في الاعدادات بتاعتهم، انت مش عارفه الدنيا ايه، والناس كلها بتبرر ده وكل المنصات وكل الدنيا بتبرر. يروح ابنك بره يقول لك ما عادي يا صنع في الاستباحه وما اعرفش شارب ايه وعامل، وكاني ده بقى الاساس الرشوه والمحسوبيه والكذب والسرقه، انا اولى اللي يعوزوا البيت. كلام فين 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 اخلاق الاسلام؟ انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق، فين؟ الا ما رحم ربي. من فضلكم نرجع للكتاب والسنه، نرجع يا مشايخ يا دعاه يا اصلاحيين يا مصلحين، من فضلكم تعالوا نعيد قاعدة وإن شاء الله نعيد دراسة ونقولها كل يوم مرة كده من الأخلاق، أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ونعلم أولادنا العفة طهارة والكرامة والحياء، نعلم أولادنا الكلام ده ونطلع عليهم وننشر. اللي له لسان صدق يحب الله عز وجل ادعي بيه، انصح اللي حواليك بيه، انصحوا الناس بيه، لكن بالشكل ده لا. أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، أدعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، ويستر نساء المسلمين ويعف نساء الأمة يا رب، ويزوج الشباب الزوجات الصالحات التقيات، ويزوج البنات الأزواج الصالحين التقيات، اللهم آمين. انصر أمة رسولك يا رب، احفظ الأمة يا رب، يا رب احفظ الأمة يا رب، يا رب رجعنا لديننا ورجعنا ليك يا رب وللكتاب والسنة، اللهم آمين. طيب السؤال اللي بيتكرر، عايزة أتواصل معاكي، عايز اعمل كذا ومش لاقيين. انا قلت انا ماليش اي صفحات ولا ليا اي تواصل ولا بجاوب على الماسنجر، واحده لسه تكذب كذب صريح، انا من فريق دكتوره هاله واسم الدكتوره فلانيه وتعالوا كلموني، وبكذب رقم كذاب، مفيش حد بيتكلم باسم الفريق خالص، ولا بجاوب على الماسنجر الا الصفحه اللي عليها 6 مليون، هي الصفحه دي اول ما بتبعت رساله على الصفحه دي بيجي لك رساله الكترونيه تلقاء فيها رقم الواتس كالاتي، رقم الواتس 00905 4 4 5 4 4 5
تلاتة تمانية تسعة تلاتة تاني الرقم عشان في تركيا، فده مفتاح الدولة. أنا قاعدة في تركيا فده مفتاح دولة، ده مفتاح تركيا. 00905445 5 3 8 9 3. يبعت لك ازاي تتواصل معي، عايز الاستشارة المجانية ادي كذا الارقام، وادي الحاجة، وادي البرامج، برنامج في رحابها وبرنامج بيوت منورة وهكذا. عايز اللي نجاوب بنجاوب على اللايف، هنعمل لكم ان شاء الله الفترة الجاية اجابات على اسئلة اللايف او الاسئلة اللي جاية لنا. بعت الاستشارة ما على الماسنجر على الصفحة 6 مليون، اللي بتبعت لي على طول على الواتس، وبجاوب وبجمع الحاجات المشابهة وبنجاوب عليها، او بعمل حلقة على الموضوع. تمام كده؟ لا واحدة، انا الدكتورة فلانة مع فريق عمل، ما عنديش فريق عمل انا اسمه الدكتورة، ولا ناس ولا استشاريين ولا الكلام ده، ولا أأمن لأي حد. وأنا الحاجة اللي بيجيلي بجاوب عليها بنفسي، أو اللي بتبعت رسالة على الواتس على الرقم دوت على طول بيقول لك تتواصل معايا إزاي وطرق التواصل لو استشارة محتاجة متابعة. تمام كده؟ ماليش أي صفحات، صفحة معرفش المحبين إيه، صفحة هلا سمير كذا، صفحة مش عارفة بيوت منورة، ولا بعتولها ماسنجر، مش تبعي ولا أعرف عنها حاجة، ولا على تبعي ولا اعرف عنها حاجه. مفيش غير هي صفحه هلا سمير اللي عليها 6 مليون، وصفحه هلا سمير اللي عليها علامه العلامه الزرقاء المتوثقه. تمام يا جماعه؟ ما تبعتيش صور يا بنتي ولا تبعتي ماسنجر لحد. عايزه تتواصلي الرقم تاني 00905445 5 3 8 9 3. ان شاء الله ادعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير، ادعو الله سبحانه وتعالى يجمعنا على الخير دايما. الرقم تاني هتلاقوا المقطع ده هيتقطع ويتحط عليه الرقم مكتوب 00905445 3 8 9 3. ماليش اي حاجه غير كده، كتبوه كتبوه. ادعو الله سبحانه وتعالى لنا ولكم بالخير، ادعوا يا جماعه بالخير، وادعوا على الخير، وربوا عيالكم على مكارم الاخلاق. يعني أكرمنا الله وإياكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.